عسلامة، مرحبا بكم. بعد ما صورت هذيك الجزء استوي اشتعل واشتوبي انتبهت انه ما كنتش نصور، اذا خلني نشرح لكم بالتسجيل. المرة الفارطة درسنا اير ايبولبير مع طريقة الاعادة باش تتعلموا معايا وتحفظوا، نصحكم تشوفوه. لان المر الفعل استار، قلنا استار مع البريسنت نقول استوي، اي استار نستعمله للمكان وللحالة الوصفية، للمكان الحالة يا ربي النفسية. لأن المكان قول مثلا استوي ان كاسا، أنا في المنزل. إذا استار في البرسنتي استوي، وإلا نقول أنا تعب استوي كانسادو، أنا مريض استوي انفيرمو. وفي الماضي استار في الماضي، الماضي الأول نقول اي استادو، اي استادو اليوم كنت مريض، اوي اي استادو انفيرمو. البارحة كنت مريض، ayer estuve enfermo. والفرق بين estado و estuve تلقاوه في أول رابط في أول تعليق هذاك الدرس، خاص لي بالفرق بين estaba و estado و estuve، خاطر بين قوسين كتبت estaba، لكن مش نعاود نشرح، تلقاوه في فيديو وحده. in Marruecos، شفتوا الفرق؟ يعني هذا عنده علامات الزمنية متاعو، وهذاك أيضا كل واحد عنده علامات الزمنية متاعو. تنحط لكم الفيديو متاع الفرق بيناتهم في الرابط أول تعليق. في الفوتورو تصبح boy a estar، يعني سوف أكون. مثال إذا قولوا estaba enfermo أو estado enfermo، لكن سوف أكون بشكل جيد أو سأكون جيد، voy a estar bien، voy a estar bien، سوف أكون في المغرب الأسبوع القادم، voy a estar en Marruecos la semana que viene. سوف أكون متوتر، voy a estar nervioso. En presente. Estoy. Muy bien. في الماضي الأول القريب من الحاضر، pretérito perfecto. Hoy he estado. Muy bien, hoy he estado. الماضي الآخر البعيد تاع ayer. Estuve. و في الفوتورو voy a estar. إذا نعيد. Estoy, he estado, estuve y voy a estar. إذا نأخذ الفعل اللي بعده هو فعل تنير. في البريسنتي أنا عندي tengo، وهذا تعني عندي أو أشعر. مثلا عندي سيارة tengo coche. نستعمل فعل تنير أيضا للشعور أو أشعر بالخوف، tengo miedo، أشعر بالخوف. في الباسادو كيف نستعمل تنير في الباسادو؟ الباسادو اللي متاع البريتريتو بيرفكتو نقول tenido، اليوم كان عندي اجتماع. كيف نقول هذه الجملة؟ Hoy he tenido اجتماع، una reunión. Hoy he tenido una reunión. البارح كان عندي اجتماع. قولي إليسا، إذا ما عاد استعمل هذا الزمن، لأنه اليوم والبارح ديما كل واحد عنده زمن متاعه. Tuve ayer tuve una reunión. Hoy tengo una reunión. Esta mañana he tenido una reunión y ayer tuve una reunión. Vale, y mañana, shotuale, mañana saufa y kula de ella. إذا المانيانا الفوتورو دائما boy a مع واحد من الأفعال هذا نكتبهم مثل هما من غير تصريف. Voy a tener una reunión. Mañana voy a tener. إذا نعمل مراجعة، نعاود فعل tener في البريسنتي أنا. Tengo. Otra vez. أنا. Tengo. صحيتك. قولها بصوت عالي. Tengo. في الماضي. اليوم. كان عندي. He tenido. He tenido. مثلا كان عندي موعد. He tenido una cita. كان عندي اجتماع. He tenido una reunión. كان عندي أي حاجة. أي شيء. وكان عندي يوم، he tenido un día largo. البارحة tuve، إذا hoy he tenido البارحة tuve، والاثنين كان معناتها عندي، كان عندي. vale، دونك he tenido tuve. وفي المستقبل
سوف يكون عندي وسوف يكون يعني باش يكون عندي هكاك بالعربي مش كيفاش. المهم بوي ا تنير نعاودو في البريسنتي مبيان تنغو في الماضي اي تنيدو مبيان الماضي الاخر توبي مبيان ونجم نقولو تانية بين قوسين وفي الفوتورو بوي اتنير احسنت. ناخذ الفعل اللي بعده اللي هو فعل سير. نشرح لكم فعل سير كيفاش يتصرف لانه سير حسيتكم ماكمش فاهمينه ياسر. اذا سير نستعملوه للاوصاف مثلا كي تقول سوي بونيتا سوي التا في البريسنتي سوي وعنده كثير استعمالات الوصف سوي التا المهنه سوي بروفيسورا شنو اخر الجنسيه سوي تونسينا جنسيه استعملوا ايضا للوقت سون لا سيتي وبرشا استعمالات اخرى. اذا بريسنتي سوي في الماضي اي سيدو كنت لكن شنو الفرق بين كنت اي استادو كنت اي سيدو هذه الاجابه باش تلقاها في فيديو عندي ايضا في اليوتيوب نحط لكم الرابط نتاعو في اول تعليق وهو ا سيدو مثلا اليوم كان متعب اوي أوي أسيدو هوني نحتاج الفعل سير تحب توصف حاجة تقول اليوم كان متعب أسبوع كان متعب الشغل كان متعب أسيدو دي ما أسيدو مالي أه. O sea, se puede decir de muchas maneras cansado, agotador, largo, اللي تحب. والبارحة نقول fui أنا كنت vale وإلا هو fue ayer fue un día agotador أو ياسيدو يا ير فوي هذه أنا وهذاك هو تصريف له فقط ركزت لكم على الهو في السير خاطر أكثريتو نستعملوه مع الهو ياسر نستعملوه مع الهو أكثر منه أنا هذا الفعل أه سير و بوي أ سير بوي أسير سوف أكون أو با أسير مانيانا با سير ميخور مانيانا با سير أون ديا بونيتو. تعطيو الفعل بونير لكن شوفوه المرة الجاية إن شاء الله. يلا إن شاء الله عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي اشتراك. يلا هانا قاعدين نكبروا وإذا عندك أي سؤال ما تنساش تحطوا لي في التعليق أنا نجاوبك. يلا باي هاستا لوغو إنوز بموسينا البروكسيمو فيديو. قبل ما نسكروا الفيديو إذا نعاودوا تصريف فعل سير في البريسنتي أنا أكون سوي مبين في الماضي he sido الماضي الآخر fui fui وهو fue. إذا نعاودو presente soy في الماضي أنا he sido ومع الهو أ فقط من غير الـ A أ والتصريف هذا تلقاه عندي في الفيديو تصريف زمن البريتيريتو بيرفكتو أ سيدو في الماضي الآخر أنا فوي هو فوي 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 أنا توفى بالإي هو يوفى بالإي وفي الفوتورو بوي أ سير في الفوتورو ديما بوي أ هو الفعل في المصدر.